هنعمل مع بعض بتنجان مخلل بطريقة حلوة قوي يعني بجد. أنا من الحاجات اللي سبحان الله بتميز بيها من زمان قوي لما حد يجي لنا ضيوف مثلا يكون عاملة طبق بتنجان على السفرة جنب الأكل، البتنجان ده معمول إزاي. فإن شاء الله النهاردة هنعمله مع بعض وطريقته سهلة جدا، بس سبحان الله بقى يعني التتبيلة بتاعته هي اللي بتخليه مختلف وطعمه حلو جدا. تعالوا في البداية نحطه على النار علشان يتحمر. في طريقتين للبتنجان المخلل، يا تسلقيه يا اما تقليه. انا عن نفسي بفضل المقلي، بحسه طعمه احلى. تمام، بس اهم حاجه وانتي بتقليه ما تحرقيهوش وما تطوليش عليه في النار علشان ما ينشفش. تمام، هنقي البتنجان اللي هو حجمه نقول ايه، مش صغير قوي ولا كبير قوي، يكون متوسط الحجم. تمام، بالشكل ده. وهنشيل طبعا الجزء اللي بيبقى فوق وادي له فتحه بعد ما اغسله، يعني اغسله الاول وبعدين ابتدي افتحه عشان الميه ما تدخلش جواه، وانا بحطه في الزيت يبتدي يطرطش عليا ويبهدل الدنيا. فانا هفتحه كده بالشكل ده، ولو في الجزء ده بنشيله خالص كده. تمام، ونبدا بالنص كده نروح فاتحين الفتحه دي اللي هيتحشي فيها، وهكذا. والزيت سخن، فانا مضطره اروح على طول دلوقتي انزل في الزيت. يلا بينا واشتغل وانا على الزيت كده. بسم الله. الباذنجان ده من الحاجات برضو اللي ينفع ان انا اعملها واحطها في علبه في التلاجة ويقعد معايا اسبوع مش هيجرى له اي حاجه خالص. بقى حلو جدا جنب الفطار على طول، الفول والطعميه والبطاطس ما يحلوش من غير الباذنجان. فلو عملنا كميه وحطيتها في علبه في التلاجة هتنفعني جدا وهتريحني كتير قوي في التقديم على الفطار. في اكلات برضو ما تنفعش في الغداء من غير البتنجان. النار يا جماعه تكون نار يعني عاليه، مش عايزينها هاديه ولا حاجه، لان النار الهاديه هتخلي البتنجان يطول على النار وبتدي بقى ينشف ومبقالوش طعم خالص. عايزينه كده يكون ايه، محتفظ بخير وزي ما بنقول كده، وطري مش ناشف كده. انا خلاص حطيت كل البتنجان بعد ما فتحته، وزي ما قلنا حاجه مهمه جدا بيتغسل وهو سليم، وبعدين بيتفتح بعد ما يتغسل وينشف علشان ما يبقاش فيه ميه من جواه، وبالتالي لما اجي احطه في الزيت هلاقيه بقى بيقعد يطرطش ويعمل عمايل مش حلوه. وعلى ما البتنجان يتحمر ويتقلي تعالوا بينا بقى نعمل الخلطه السريه بتاعه البتنجان او التتبيله. والتتبيله دي احنا عملناها كتير مع بعض وهفضل اعملها معاكم، ودايما هقول لكم واقنعكم بيها ان كنتوا لازم تعملوها وتحطوها في الثلاجه عندكم لانها تنفعكم في حاجات كتير جدا جدا. وقلنا عليها قبل كده كتير، سمك، بتنجان، بطاطس مخلله، طماطم مخلله، هنخلل كم منها طماطم النهارده، تنفعنا في حاجات كتير. توضيف فول النهارده مثلا، كنت بعمل بطاطس الصبح وعماله اقول اعملها ازاي، رحت يعني مشوحها بشويه زيت صغيرين بطاطس مسلوقه وهرستها ورحت حط عليها معلقتين من التتبيله دي وكان طعمها تحفه الصبح. تمام، ففي حاجات كده يعني ما ينفعش نستغنى عنها عندنا في الثلاجه. هحط حوالي راس توم، احط كمان نص كوبايه خل ونص كوباية ليمون، عندنا كمون وكزبرة ناشفة هبتدي احطهم معلقة ومعلقة، واروح بسرعة اجيب الملح واحط معلقتين كبار من الملح، هنا بقى الفلفل. عندي فلفل بحب قوي، احط نوعين احمر واخضر، بارد وحامي. ليه بقى؟ علشان اخد طعم متوسط، نقول ايه، يبقى حراق كده بشكل متوسط، ما يبقاش لا حراق قوي ولا بارد قوي. طبعا في ناس ما بتحبش الحراق خالص فتحط كله بارد مفيش مشكله، ناس بتحب حراق قوي تزود الحراق، دي بقى ليكي فيها انت مطلق الحريه وعلى حسب ذوقك الشخصي. فانا بقى كده ايه بحب اعمل ميكس ما بينهم. ايه دي الفلفل كده، انا حطيت حوالي ربع كيلو من الفلفل. تمام، انت شكليهم بقى براحتك، حامي بارد، حامي على بارد، احمر واخضر، عشان ناخد لون كويس. انا سن هي ملهاش غطا فانا على طول اعمل كده. خلاص حطينا كل مكونات التتبيله، يلا بينا نخلطها.
هايل جدا. خلاص تتبيلتنا الحلوه بقت جاهزه معانا. ايه رايكم بقى نبص بصه كده ايه اخبار البتنجان بتاعنا؟ هايل، خلاص قرب اهو، فاضل له يعني نقول ايه دقيقتين ثلاثه وابتدي ارفعه من على النار. طيب اعرف منين ان هو اتحمر وهو كله لونه اسود؟ دي معلومة بقى، عشان انا اول ما بدأت اعمل اكل، اول ما مش اول ما اتجوزت، عشان ببدأ اعمل اكل من وانا اصغر من كده بكتير، فكنت بعرف معرفش ازاي البتنجان بصراحة بيتحمر، ما هو كله لونه اسود اهو، وكنت اطلعه ساعات محروق، ما انا مش عارفة هو احمر ازاي. بصي بقى يعني لما تلاقيه، بصوا من هنا الحتة دي كده، هاخدك اخد واحدة كده، بصوا هتلاقوا الجزء الابيض ده اللي هو كان المفروض لونه ابيض ابتدى ياخد اللون الذهبي، هي كده خلاص استوت واتحمرت، تمام؟ بس كده الموضوع سهل جدا. بس هو طبعا للناس اللي هي ما عندهاش خبره او ما عملتش الكلام ده قبل كده، بيبقى بالنسبه لها حاجات مبهمه، ممكن تكون حاجات صغيره بس بتضيع الدنيا. يعني لو انا فضلت استناه يتحمر، انا مش عارفه اصلا هستناه من جوه الابيض بتاعه ده يحمر، انا لو قعدت استنى ان اللي جوه ده يحمر هيبقى خلاص هو وصل لمرحله ان هو اتحرق تماما وبدا يحمر من جوه، واخدين بالكم؟ فما نستناش الحته دي، يا دوبك نلاقي الراس بتاعته من فوق كده بدات تبقى لونها ذهبي هنبتدي نرفعه من على النار على طول. هبتدي اشيل، يلا ممكن الحاجات اللي كون بقولها دي حاجات بسيطه بس صدقوني بتفرق كتير جدا جدا، حاجات الواحد ممكن ما يكونش حد قال له عليها واكتشفها هو مع الوقت ومع الخبره وتكرار العمايل. ريحه الشطه عملت عمايل في مناخيري. يعني بصوا دي لسه عليها شويه، لسه بصوا لونها فاتح خالص زي ما هي، فدي لسه عليها شويه، اما دي بقى فدي خدت لون اصفر فهي كده ايه استوت. طيب الفلفل، هل ينفع ان انا احط الفلفل زي ما هو كده حمره؟ طبعا لا ما ينفعش، لان لو حطيته كده على طول هتلاقيه عمال بقى بعد ما يبتدي كده يسخن تلاقيه عمال يفرقع عليه، هيتنفخ وبالتالي ومفيش اي مكان ينفس منه فيبتدي ينفجر ويفرقع ويبقى حاجه مش لطيفه. فعلى طول عشان نحمر فلفل لازم ندينه كده فتحه بسيطه خالص بالسكينه كده، بوز السكينه فتحه صغيره قوي كده بس عشان نخليه ينفس وما ينفجرش مننا ويبهدل لنا المطبخ ولا قدر الله يحرقنا ولا حاجه. تمام، انا احط دول بقى. شفتي بقى يا ايه، انت هنا هتستفيدي كتير جدا. معانا مساعد مخرج جديد، فبنوته يعني ولسه متجوزه جديد وبنعلمها. بس كده هنحط الفلفل بتاعنا يحمر، والبتنجان اللي اتحمر على طول وهو سخن انا بفضل ان انا احشيه وهو سخن. ليه بقى؟ وهو سخن بيبتدي يشرب كويس قوي من طعم التتبيله ويبقى طعمه هايل جدا، ما تستنيهوش يبرد، لو برد خلاص يعني عارفه ما بياخدش الطعم كله بتاع التتبيله. بصوا بقى هتلاقوا حتى من جوه القلب ازاي طري مستوي خالص وطري ولونه فاتح وجميل. اخد بقى من التتبيله وابتدي احشي كده، شايفين لون التتبيله كمان روعه، واقفل وادي البتنجان المخلل شكله مبهر، شكله بجد يفتح النفس، يعني لو انتوا اتغديتوا حاسه ان كنتوا هتقوموا دلوقتي عايزين تاكلوا تاني. ودي كمان الطماطم مخلله بنفس التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض. تعالوا نفتح واحده كده علشان تعرفوا برضو هي بتتعمل ازاي. ادي الطماطميه، بنشيل الجزء اللي هو اللي تحت ده، تمام بالشكل ده، وابتدي اقطعها وهي سليمه يعني من غير ما افصلها، اعمل ترانشات كده ما اوصلش للاخر، واخد من التتبيله وابتدي احط في الفتحات اللي انا عملتها. نحشي واحده كمان وخلاص كفايه قوي كده، والتتبيله بتاعتنا اللي هيفيد مننا هنحطه في علبه في الثلاجه، هينفعنا زي ما قلنا في حاجات كتير، بعمل سمك بعمل اي حاجه هينفعني جدا. وادي الفلفل المخلل اللي احنا حمرناه، يا سلام، لا تقولولي بقى دي كرومي ولا معرفش ايه، مفيش احلى من كده بصراحه، يعني طبق ولا كلمه.